السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين يعني تم الكشف عن تصميم الملعب الرباط بعدما تم هدمه بالكامل، هدموه من تحت من تحت الأرض اخويا. ريدان ولا شاشة وجاك غادي يولي ستاتيا. وشو شو شوف شوف هاتشو من هدمو شاتشو من هدمو. انتوما لازم ندير لكم هاك، انتوما لازم ندير لكم هاك باش تطيروا روحكم. شوف شوف من تحت من تحت الارض عايش من الارض. شوف الناس هي تخدم وفي في ظرف قصير، في ظرف قصير بالخف هايوا وين هدم كامل الملعب الرباط. وسيتم بناء الملعب الجديد في ظرف 18 شهر فقط. سيتم الملعب يعني بناء الملعب بأحدث الطرق. سيتم تسريع العمل مع الساعات الإضافية مساء وأيام العطل. سيتم إنشاء ملعبين، واحد لكرة القدم ب 65 ألف متفرج والآخر بجانبه الألعاب القوى ب 25 ألف متفرج. واه خويا واه واه الناس تخدم. انت ملعب هنايا بالعاني، انا قلت لكم بلي بالعاني بالعاني طيقوا فيه الدود يبسوه بالعاني هكا بالعاني بطو يديروا اشهار بطو يخلوا بطو السينيغال. هذه غير باش نربحوا السينيغال يبسوا كاع لي ستاد، خسروا سيدي موسى باش نروحوا لتونس باش السينيغال يكون عندها الحجه تقول لهم مالك هذه البلاد ما عندهم لي زوتيل ما عندهم لي ستاد. هذو كي غادي ينظموا كاس افريقيا اي عطيها السينيغال، والسينيغال تعطينا الماتش نربحوا 2-1 غادي نربحوا 2-1 السينيغال غادي نربحوها 2-1 هذه. والمناجر تاع تونس داي 15000 اورو غير باش هكا بارتيه 90 دقيقه 15000 اورو 15000 اورو. خاطش هذاك المناجر صاحب حداد، صاحب علي حداد وصاحب السيراميكا تاعنا. هذه هي باش تكون على بالكم، هذه هي وينكشف عن تصميم ملعب الرباط بعدما تم تهديمه بالكامل. ملعب كرة القدم يتسع لقراءة يعني 65000 مقعد. ملعب الثاني بمزمار الألعاب القوى بساعة 25000 مقعد. موقف السيارات شامل بطبقين تحت أرضي تحتي تحت أرضي بساعة 330 سيارة 3300 سيارة. موقف السيارات جنوب بالطبق تحت أرض بساعة 1900 سيارة. بناء موقف السيارات الهواء الطلق في الرياض يعني في في حي يعني عرفتوا كيفاش. بناء قطارتين للرجلين في اتجاه حي الرياض. تحويل يعني دخول من جهة الطريق السير للقادمين من دار البيضاء. ربط الملعب بشبكة رامواي. أفضل شيء هو بناء الملعب بدون حلبة ألعاب القوى وبناء يعني آخر بجانبه ألعاب القوى. فكر يعني فكرة رائعة حسب آخر المعطيات. هذا هو الشكل الملعب اللي درناه لكم، شكل الملعب هو الأول، ها هو شكل الملعب. شو كي شباب شو شو كيفاش شو الناس تخدم. حنا دايرين لك عاهرة تهدر، ها دايرين لك عاهرة تهدر خويا. هذه هي
أوليها شو راه قلت لكم الروح هذه والله لا قلت لكم واحد السلالي أول مرة منذ إشرافه على العارضة الفنية المنتخب الوطني الجزائري نزول هذا المشرف في مطار هواري بومدين عائد من إقامته بقطر يعني لم يصادفه أي حضور للصحفيين ووسائل الإعلام كما كان معمول به سابقا. اقتصر الأمر على حضور صحفي واحد فقط كما لم يكن هناك أي اهتمام من المسافرين في المطار الذي اعتادوا أخذ صور معه. هيا شاب قالهم شاب قالوا قالوا زوجة قاسامة العاهرة هذيك والمخنث يعني والبو المخنث هذاك هذاك بو لحية وكلابه وغانو يعني البنية اللي سموها غانو طرطارة هذاك وكمال محوي هذا ما كان يبقى لحية حضروا هذا يبقى قاضي الناس يحيشروا فيهم وكل هذه هي أخويا حاجة أخرى أنتم كاين حاجة أخرى مكاش ما كاش حاجة أخرى متالي كاع كاينة مكاش اللي عنده حاجة أخرى يخرج يقول لنا يخبرنا ها يخرج يخبرنا غير باش يكون على بالكم كي الله الأستاذ كي داير و فيديو ما نجيبش نديرو لكم طلع فيديو تاعه يدور تصميم تصميم عالمي 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 تصميم عالمي خويا والله لا تصميم لا عالمي اسي تخدم تصميم عالمي مبلع يعني تشوف انت حاسب انت سهله ولا لازم يتهضر معاهم يقول لك لا من الارض 18 شهر برك وقلب محاسبه ما كاش محاسبه الناس محاسبه برك هذه هي لا لا هاودي راح 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 ها بزاف تقولوا شيخ عندك معنا دي الناس خويا هادي هي شنو نقول لك شو بير على ما تهدرناش على المرابط غادي نهدر على المرابط ولا راني موجد له بروغرام تاع نهدر عليه نهدر عليه لا مرابط نهدر اي جات قائمه وجات منا جات بزاف صوالح ما كانش عندنا الوقت الكافي كما يقول لك كاش جاي برك الوقت برك علمك اخويا قضية تاع وقت برك عم شوفو سهلة عم صارت الصحة خويا مرابط على بالك بلي على ما أظن على أول لاعب عربي يلعب في مانشستر يونايتد إلا مانيش غلط إلا مانيش غلط أول لاعب عربي يلعب في مانشستر يونايتد في تاريخ كرة القدم خلينا من ليزافريكا بصح أول لاعب عربي يلعب في مانشستر يونايتد الى ما نشغلط الى ما نشغلط ويلا ابراهيم دياز جا المغرب ليكون في علمكم بلي اول لاعب يعني فانيك اول لاعب يلعب في مانشستر سيتي واول لاعب عربي يعني بالمنتخبات العربيه فانيك حكيم زياش حكيم حكيمي اشرف حكيمي هذي باش يكون على بالكم هذي حقيقة نقولو فيها على الله المهم الله ينجحهم واحد كيما المرابط تتفرج مانشستر يونايتد ما نقولوش الانجليز راحت صايك هذي هي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم، وصحيتو خاوتي.